شهدت محافظة الإسماعيلية افتتاح عدد من المشروعات الخدمية بقرى حياة كريمة بمركز ومدينة القنطرة الشرق ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. يأتي هذا تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسماعيلية، ويبلغ عدد مشروعات المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا بمركز ومدينة القنطرة الشرق 135 مشروعا تم تنفيذها في 4 قرى رئيسية و27 تابعة.